والعين ما بتعلى عن الحاجة. زعلت كتير على جوزك من كتر ما انهز بدنه. كل شي بالدنيا وإله تمن يا عمي كوكي. صحيت بهدل وانهزت ثقته بنفسه، بس معلش هذا كله بيهون كرمال إني شوف باب بيتكن مسكر بوش سالوني وإشمت فيها وهي متشردة بالشوارع. طيب خلينا نشوف شطارتك، إذا رح تقدري تخلي نهار ومرته يوقعوا وراء الطلاق. عن قريب بتسمعي الخبر، يعني أنا شو ما عملت ما بيبين معكن سالوني، على طول بتضلي ظالمتيني مع إنه قلبي من جوا متمني رجع لك ضحكتك وما شوفك مقهورة واتفرج. اتطلعي بالمراية وشوفي شكلك، لك مشتهية شوفك لابسة ساري عليه القيمة، لك شقفة خاتم ما في بإيدك. من فترة كنتي مثل الملكة عايشة بالعز عند جوزك، هلأ بدك القرش من السما لتعيشي. لا يا ستي، ما في داعي أبداً إنك تنقهري ولا تشغلي بالك فيني بالمرة. وقت اللي بيجي لعندك وبمد إيدي إلك ابقي العيني حياتي، وأنا بعرف كيف عيشة منيح. الشي اللي عملتي اليوم مو بس إهانة لإلك ولأخي سامر، وإهانة لإلي كمان. أنت هيك خلتيني أنزل من عالي الكل. بس أنا مو هيك كان قصدي، صدقيني لو بعرف إنه روحتنا لبيت حماكي رح تسبب لك الأذى ما كنت رحت ودست بيتهم، ولا كان سامر تبهدل مشانك. بس كافيري بكفي بقى، حاجة تمثلي وتقولي إنك بتتمني لي الخير. أنا عم مثل؟ منيح يلي إجيت سامر، سالوني مفكرة إنه خوفنا عليها وعلى مصلحتها، كله تمثيلية. أنت ليش صايرة لقيمة كل هالقد؟ فتحي عيونك وشوفي، صار اللي بخاف عليكي وبيركض على مصلحتك هو عدوك؟ سامر أنت مقدر اللي عملته؟ أنت رحت على بيت حماي لحتى تشحد مصاري وتحكي عن البيت؟ هذا ما مصلحتي؟ أنا ما عم بشحد منهم، أنا طالبت بحقك. وأنت مين عطاك الحق لحتى تروح وتحكي عني قدامهم؟ أنا لساتني كنتهم، وما بقبل أبداً حدا يفوت على بيتي أو يغلط بكلمة واحدة مع أهل جوزي، فهمان؟ حتى لو كان أخي اللي من لحمي ودمي، فهمان علي ولا لا؟ وياريت تضلوا بحالكن وما تتدخلوا فيني. ماشي كتير منيح، إذا بشوفك عم تحترقي عيب علي إذا بتطلع فيكي وبقلك شبكي. طلعي من بيتي هلأ، حاجتي مشاكل من وراكي أنت وأهلك. السيد نهار سينغ متهم بقتل زوجته تشاندي قبل عامين. أقسم بالله أن أقول الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة كاملة. حضرة القاضي، القضية بغاية البساطة، المتهم نهار سينغ اعترف بجريمته، ولا أعتقد أن هناك داعي لكلام كثير في هذه القضية.